يقول أحسن الله إليكم، نريد كلمة مختصرة عن جهاد الدفع وما شروطه. الجهاد ما هو هذا مكان الكلام فيه، الجهاد له أحكام وله تفاصيل وله شروط وله، فلا ما هو هذا محل الكلام فيه، هذا يحتاج إلى أنك تدرس العقيدة، ومن جملتها معرفة أحكام الجهاد، من جملة أبواب العقيدة، فادرس العقيدة أولا وتعرف هذا إن شاء الله، ادرس الفقه أيضا وتعرف هذا إن شاء الله. نعم.